اسباب غياب ايمن حفني او اسباب استبعاد ايمن حفني عن مباراه نادي مباراه الزمالك وانبي. يعني ايمن حفني كان استبعد عن مباراه الزمالك وانبي السابقه اللي كانت في بطوله كاس الرابطه، المباراه اللي انتهت بنتيجه 0-0. ايمن حفني كان اصاب قبل المباراه مباشره في التدريبات اللي كانت قبل المباراه على طول، يعني كان اصاب باصابه في الركبه، بكدمه في الركبه، وقدر ان هو يغيب عن مباراه انبي، او كارتيرون استبعده عن مباراه انبي، وبرده كارتيرون استبعده عن مباراه فيوتشر القادمه اللي هتكون غدا ان شاء الله، لان هو حابين ان هو يطمن عليه قبل ما يلعب المباراه، وان هو ما يستعجلش مشاركته في المباراه غدا ان شاء الله. كنت بنتها اخبارنا النهارده، لو عجبك الفيديو ما تنساناش باللايك والاشتراك في القناه يا احسن جمهور في الدنيا. شكرا.